دي فعلا. دي خلينا نقول ان النادي الاهلي برضو يعني الاول، بس ان احنا كان حلمنا ان احنا نوصل نهائي مونديال او نهائي كاس العالم، دي حاجه كبيره قوي. ان الجمهور والاداره والجهاز الفني الناس كلها حلمها كان يوصل نهائي، دي حاجه عظمه، يعني طبعا حاجه عظمه على عظمه، ان انت يبقى انت بتوصل للطب في الكوره، سقف ان انت طموحك هتقابل نهائي كاس عالم. مانشستر سيتي. لكن لو ما حققتش ده ما تخسرش كله بقى، اللي هو ايه، بالظبط لازم تبني على ده. انت فرقتك دلوقتي بتوصل، في فرق نفسها بس تشارك مره واحده، انت بتشارك للمره التاسعه وكنت هتوصل نهائي. احنا زعلنا شويه عشان الفرصه كانت قريبه. انت الشوط الاول عامل احسن شوط النادي الاهلي عمله في تاريخه في كاس العالم للانديه هجوميا، ده حقيقي. 14 او 13 محاوله في الشوط الاول يا كابتن هاني، كنت تقدر تسجل. على فكره ممكن البعض يقعد يقول مفيش مهاجم، مفيش، ما هو اللي بيضيع الفرص مش المهاجم بس، ما هو اللي بيضيع الفرص برضو الاجنحه. صحيح. ما حسين الشحات ما كانش موفق في كذا فرصه، بيرسي تاو مش ضيع جوه السته، ما دي الاجنحه مش شرط المهاجم. ما ده اللي المهاجم اتكلمنا عليه، لازم يكون عندك تنوع في احراز الاهداف في وسط الملعب، برضه ده عشان كلام ثابت ما يتفهمش غلط او الناس تقتصه ان احنا مش محتاجين، لا احنا محتاجين من مهاجم، احنا محتاجين، لا محتاجين لا 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 خلاف. بس طبعا. فكره طبعا. ان احنا اللي اقصده ان مش لازم عشان خسرنا ماتش يبقى التعليقه او الشماعه صحيح. يبقى احنا ما جبناش وممكن مهاجم. الكرة ما تجيش للمهاجم، طب لو الكره كانت ما جت اي ممكن فرصه من اللي جت في الشوط الاول كان حد هينتقد ما ولا حد تجيش هيقول نفسه مثلا بيلعب معاك، كان حد هيقول ان كولر ولا مش كولر؟ يا جماعه هي الكوره انت برضو بتلعب معلش فرق ثلاث اضعافك في القيمه التسويقيه، ما لازم نحط ده برضو في الحسابات، سواء مانشستر سيتي سواء في بطل امريكا الجنوبيه سواء. ورغم كده انت عامل شوط عليهم مش ند بند، انت متفوق. بص ادي الشوط الاول يا كابتن، بعد الاستحواذ طبعا، الاستحواذ بس المحاولات قد ايه؟ يعني اجمالي التمريرات 205 مقابل 334، محاولات على المرمى للنادي الاهلي في الشوط الاول 13 محاوله مقابل 3 الفلومينينزي. دي اللي احنا نقدر، اللعيبه عملت اللي عليها والجهاز الفني عمل اللي عليه، بس انا برضو ممكن الوم اللعيبه سنه في انهاء الهجمه. لا وخلي بالك انت بتتكلم على 9 محاولات داخل ال 18، ده رقم كبير. انت كمان ما بتحاولش مثلا كرات من بره، صح. انت بتتكلم ان انت اختراق واجدت جوه ال 18 بفرص حقيقيه 9 مرات، صح. ده رقم ومنهم كبير. ومنهم كمان نكمل الارقام، نكمل ان محاولات من هجمات مرتده 4، ودي تحسب لمارسيل كولر ان هو ذاكر الفرقه كويس ولعب على ان هم عندهم بطء في التحولات من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه، فقدر ان هو يعمل محاولات، يعني يقدر ان هو يروح من هجمات مرتده. ممكن نقول ان اللمسه الاخيره كابتن هاني، انت كنت حضرتك سالتني سؤال، في لعيبه برضو كهربا عمل اللي عليه، وقع بدنيا الشوط الثاني من كتر ما بيلعب. انت برضو محتاج، ممكن نقول لو راس حربه فعلا متواجد مع كهربا بنفس القوه كان هيفرق معانا. طبعا ده اللي نقدر نقول، انا متاكد. بس مش معنى كده ان انا اقول لا ما فيش راس حرب، لا، بس احنا محتاجين برضو راس حرب، بس مش ده السبب الاساسي اللي انا عايز اقول. أكيد. ممكن يكون التوفيق،